نروح ايضا لتقرير مهم مع فريق 2010 واخر الاستعدادات لمهرجانات البراعم مع الكابتن ممدوح عبيد المدير الفني والكابتن محمد عبد الحافظ المدرب العام وبعض لاعبي فريق 2010. السنه دي مع البراعم كابتن خالد ده اول ما جه شكل الجهاز ماله جديد، فالحمد لله جدد الثقه في العبد لله، وكنت موجود مع فرقه 2010 السنه دي، وان شاء الله ربنا يكرمنا نعمل حاجه كويسه معاهم باذن الله. يعني طبعا انا بشكر كابتن خالد طبعا والاداره كلها، ان في ثقه في ممدوح ان هو يبقى موجود مع سن زي ده. انت عارف سن الصغير بيبقى محتاج شويه صبر على الاولاد، السن ده بيبقى مستويات كتير قوي متقاربه من بعضها، فمحتاج صبر كبير يعني. فيعني انا بشكر كابتن خالد ان هو منحني الثقه دي، وان شاء الله نكون عند حسن ظنه باذن الله. يعني هو السن ده كابتن فاروق يعني محتاج زي ما الناس بتقول لك صبر، يعني هم عندهم الموهبه، انما سن تعليمي لازم تصبر على الولد، تدي له المعلومه وتصبر عليه مره واثنين وثلاثه لحد ما يبدا يحفظها. ما يبقاش فيه يعني الولد في السن ده بيبقى خايف، فانت لو زعقت له هيخاف اكتر، فلازم تبقى مع في السن ده هادي جدا، المعلومه بتاعتك تبقى بسيطه جدا، ما تديهوش معلومات كتير في وقت واحد عشان ما يتوهش منك، فلازم المعلومه تبقى بسيطه وتصبر عليه شويه. لا يعني هو الكابتن خالد اول ما اتكلم معانا في بدايه الموسم قال احنا عايزين نعمل موسم كويس، عندنا لعيبه كتير مميزه عايزين نستفاد منهم، ما يفيش لعيب يطلع من تحت ايدينا بره النادي، كل لعيب كويس نفرط فيه، لازم عينينا تبقى احسن، ندي الولاد مساحه اكبر، حتى اللعيبه الجديده اللي تجيلي لازم يبقى في العين تشوفهم كويس، ما فرطش في اي موهبه تجيلي، لازم كل المواهب اللي موجوده عندي النادي يستفاد منها، عشان ان شاء الله خلال اربع خمس سنين يبقى عندنا قطاع ناشئين كويس ومميز ان شاء الله. لا ان شاء الله البراعم عندنا بصفه عامه فيها مواهب كويسه، باذن الله هتطلع للقطاع وهيعملوا حاجه كويسه للنادي باذن الله. انا فخور طبعا ان واحد من اكاديميات نادي الاهلي طلعت على في عهد كابتن خالد بيبو، ثقه طبعا يا رب اكون على قدها السنه دي ونقدر نخرج للقطاع وللفريق الاول باذن الله، ودي ثقه انا بعتز بيها من كابتن خالد بيبو اللي هو قدر يرشحني وابقى على قد الثقه دي باذن الله السنه دي. طبعا احنا لما عملنا المنظومه دي طبعا كل جيل بيسلم جيل، لما كابتن خالد استلم من الرايه من كابتن فتحي مبروك ابتدى يبص ازاي يعمل طموح للمدرب في الاكاديميات، فابتدى يبص على المدربين كان حاطط معايير ومقاييس للي يقدر يشتغل واللي يجتاز بيها بفضل الله في منتخبات الاكاديميات، كنت بقالي فتره متواجد محققين نتائج، كنت طبعا حضرتك على علم بيها وعلى اداره النادي الاهلي علم بيها، فالحمد لله ابتدى كابتن خالد بيبو يدفع السنه دي اول سنه بمجموعه من المدربين بيعلي سقف الطموح لمدرب الاكاديميه، مش هتفضل اكاديميه، اطمح اشتغل اتعب هتلاقي باذن الله. ابرز حاجه اتكلم فيها كابتن معايا كابتن خالد بيبو قال لك انا عايز ابقى على نفس الثقه اللي انا شفتك فيها في الاكاديميات، تقدر بتفرغ كل سنه كنت بتفرغ لقطاع الناشئين، عايزين السنه دي باذن الله الثقه اللي احنا خدناك بيها دي تكون على قدها، واشتغل بدون اي ضغط، اشتغل وبين شغلك واتعب وربنا هيجازيك باذن الله. طبعا كابتن ممدوح ده اخ كبير ليا، انا سعيد عنده حاجه جميله جدا، بيشتغل مع الاولاد بدون ضغط عصبي لايت، ازاي بيعلمه من مبادئ اسس نادي الاهلي، فانا سعيد السنه دي اللي انا ببقى موجود مع كابتن ممدوح عبيد. انا ياسين تامر مواليد 2010، مركزي مهاجم واكتر واحد بحبه قفشه في النادي. اسمي حسن هيثم، في اللعيبه 2010 في الاهلي، نفسي اطلع زي حسين الشحات. اسمي ادهم محمد سمير، مركزي نص ملعب، بلعب في النادي الاهلي مواليد 2010 ونفسي اطلع زي اليو ديانج. انا اسمي محمد عماد، لعيب الاهلي 2010، مركزي نص ملعب، نفسي ابقى زي عمرو السولية. كريم اشرف في النادي الاهلي نص ملعب ونفسي ابقى زي السولية. انا اسمي مروان محمد صابر، بلعب في النادي الاهلي 2010، نفسي اطلع زي ايمن اشرف. اسمي عبد المنعم ممدوح، مركزي مدافع، بلعب في الاهلي 2010 ونفسي اطلع زي مجدي قفشه. انا اسمي ياسين وليد مواليد 2010، بلعب في النادي الاهلي ونفسي اطلع زي علي معلول. انا اسمي محمد الديب، بلعب في الاهلي مواليد 2010 ونفسي اطلع زي علي معلول. انا اسمي عمر شريف مواليد 2010 النادي الاهلي ونفسي اطلع زي احمد فتحي.